غامرنا وذهبنا إلى منطقة الصرمين وأبعر لاستطلاع الطريق التي أشيع بأنها ستفتح أمام المسافرين، وكأول وسيلة إعلام تنقل صورة حية لطريق ضيق تكاد لا تتسع لسيارة واحدة ببعض مناطقها، وتقطعها مجاري السيول الكبيرة التي تمنع السير فيها لعدة أيام كلما نزلت الأمطار. خط الزرع أبعار الأبعار المدينة خط ضيق جدا، لا يصلح للناقلات الكبيرة ولا للديانات مثلا أو القواطر الكبيرة، صعب جدا نمشي بسبب ضيق الخط. الحوادث بتكون فيه بشكل غير عادي، يعني حوادث كبيرة بتتم، بالإضافة إلى أن بعض المناطق ينزل فيها السيول الكبيرة يقطع الخط أحيانا من يومين ثلاثة، مثلا سائلة أبعار لو وقع مطر يقطع الخط نهائيا، ممنوع ما تقدرش تمشي عند دراجة نارية. وهذا الخط لا يمكن لمرور سيارات بكثرة، وإذا حصل حادث قدر الله لا سمح الله يعني يعرقل جميع السيارات وجميع المرور، وبهذا لا يمكن أن يغذي مدينة تعز بما فيها من الكثافة السكانية ما يقارب 5 مليون نسمة. صدق من قال أن الطريق لسير الحمير، ويعتقد المواطنون في قرى الصرمين وأبعر التي عملت الطريق لهم ولسياراتهم الصغيرة والمحدودة أن الميليشيات الحوثية بإصرارها على هذا الطريق تريد أن تقول لأبناء تعز الجمهوريون بأنها أعادتهم إلى عهد الإمامة البائدة التي كانت تستخدمها عندما كانت تهيمن على محافظة تعز. الآن قد هو الطريق على مستوى واحد، والسيل يدخل من الطريق الآن، معانا البيوت حقنا مهددات، والوادي هذا مهدد، وكل المهم لا حصلنا لا شيء ولا حصلنا حرارات نصلح أو نعصب على البيوت. بالنسبة للطريق المؤدية من طريق صالة خط أبعر الصرمين هي تذكرهم بالإمام، إمامهم اللي وجدهم، فذلك اختاروا هذه الطريق لأن لهم ذكريات فيه به إنه كان يستخدمها الإمام للتنقل عبر الحمير والجمال، وكونها منطقة بعيدة عن المواطنين، وهم القصد من الحوثي هو تعكير الجو على أبناء تعز، ويعتبر هذا من ضمن الحصار. صحيح أن بعضها معبد بالإسفلت، لكنه تحول إلى مترس كبير خوفا من القنص والاستهداف، فالميليشيات الحوثية تتمركز أمامه تماما ولا تراعي مدنيا ولا مسافرا ولا ساكنا في القرى الواقعة أسفل جبل صبر. من هنا يريد الإماميون حشر أكبر كتلة سكانية في اليمن، طريق لا يتسع لأكثر من سيارة واحدة في الكثير من أجزائه، ويتناسون 7 مداخل رئيسية يغلقونها بالألغام والعبوات والقناصة. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.